أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة المصرية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأكد الوزير أن هناك العديد من الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق في العديد من الكليات، على رأسها التربية والتربية النوعية والخدمة الاجتماعية. برضو بطمن أولادنا إن في المرحلة الجاية إن شاء الله هناك الأماكن شاغرة كثيرة قدامنا، كليات التربية، شعب الطفولة، تعليم ابتدائي، طفولة مبكرة، الآداب، حقوق، تربية نوعية، خدمة الاجتماعية، دار العلوم، سياحة وفنادق، واقتصاد منزلي، وتربية رياضية طبعاً اللي ليها اختبارات بتبقى لازمة للالتحاق بهذه القطاعات.